يا الله، تحياتنا شباب، تحياتنا لكم ولكم قناتكم الاولى الخاصه بالبلاوي. اذا ما مشترك اشترك ولايك للفيديو يوصل لك اي شيء جديد. محدثكم علي الصياد. فيديو اليوم يخص الفرق بين الفحل والنثيه للبلبل الكشميري العادي والفايتر على حد سواء، لان هن نفس المواصفات، فقط اختلاف الحجم واختلاف اللون البني اللي يكون على الوجنتين او على الخدود مالتهم. فهذا الفرق سويناه يعني بهالوقت، لانه هسه اغلب المربين دي تجي حتى يجمع بلابل الفصل التكاثر، لان بدا موسم التكاثر. فالاغلب من المربين اكثر شيء هو اللي يحيرهم ان الفرق بين الفحل والنثيه حتى الموسم لا يروح عليه. وانا انصحكم بالنهايه انه اي فروقات تنزل من يمي او من يم غيري على المواصفات الخارجيه لا تاخذ بيها 100%. يعني احنا بدنا ننزل هسه راح ننزلكم الفرق بين الفحل والنثيه على المواصفات الخارجيه، لكن هذه نسبه خلينا نقول تعتمد عليها مو اكثر من 50%. النسبه الاكبر اللي تعتمد عليها هو السلوك هو اللي يحدد لك البلبل فحل ولا نثيه 100%. لكن احنا بدنا ننزل مواصفات الخارجيه، مرات انه كافيه هالمواصفات، بس مرات اكو لكل قاعده شواذ مثل ما نقول. مرات انه يكون البلبل مواصفاته ما نثيه لكن هو فحل، والعكس صحيح. اليوم عندنا احنا نثيه وفحل كشميريات، لاني ذني عزلتهم يعني يمكن راح يصير اكثر من اسبوعين، وقاعد اجمع بيهن يعني كل 3 ايام 4 ايام اخليهن ما يشافون وارجع اجمعهن حتى اجمع من مواصفاتهم واتاكد من عندهن نثيه وفحل. عندنا مقطعين انا اليوم مصور لكم دمجتهن سوا. المقطع الاول اللي بدينا بيه مقطع النثيه، هاي النثيه الان الفحل نزلته لكم قبل كم يوم، هسه هم راح تشوفوه. وهاي هسه احنا اليوم عندنا النثيه اللي بدينا وياها. المظهر الاول اللي تقدر تنتبه عليه ويكون واضح طبعا الخشونه، خشونه الفحل بالبلبل الكشميري خصوصا. الفحل اخشن من النثيه يكون يعني في الشيء واضح، كلش واضح. صحيح هنا اكو قاعده راح تختلف عندنا، نقول المخلف راح يكون ناعم، لكن انا احكي لك على البلابل الحاله البالغه. البلابل البالغه يكون الفحل اخشن من النثيه، وهذا الشيء واضح عندك، وتقدر تعرف انه مخلف او مو مخلف من الريش طبعا. اذا كان طير ريشه مكمل، هذا طير بالغ احنا نسميه عابر السنه، واذا ما كان به ملاحات او ريش ما كامل اذا هذا اقل السنه. بس احكي لك القاعده بصوره عامه على البلابل اللي عمرهن اكثر من سنه، هنا راح يكون الفحل عندك واضح اخشن من النثيه، يعني فالشيء كلش واضح، تقدر اي واحد يقدر يميز هذا الموضوع. نجي الشغلة الثانيه، حجم الراس مال الطير، يعني راس البلبل الفحل راح يكون واضح انه كانه ماخذ بالطول، مو مثل راس النثيه. راس النثيه يكون مثل المدعبل. هسه هنا النثيه قدامكم راسها راح هسه ما يبين عندك فرق. من راح نجي على الفيديو مال الفحل راح نشوف راس الفحل انه اكو واي اختلاف، كانه ما بقده مرتين. راس الفحل يكون ماخذ بالطول، يعني المنقار الكفشه مالته، يعني بصوره عامه راس الفحل يكون اكبر من راس النثيه، مبين واضح هذا الشيء. هنا النثيه راسها كلش ناعم. شغلة اللخ، المنقار، منقار الفحل بالبلبل الكشميري عكس العراقي، الفحل بالبلبل الكشميري يكون منقاره أطول وبعرض، يعني أعرض وأطول المنقار مالته، يعني خشونة عامة بالمنقار مالته، أما النثية يكون منقارها رفيع وناعم، مثل ما هسه واضح عندكم. وأنا أريدكم تنتبهون على النثية، لأن راح يجي الفيديو مال الفحل وراها وراح تشوفون الفروقات هاي كلها. شغلة اللخ، الكتف أو منطقة الظهر من فوق، يكون الفحل منطقة الظهر مالته أعرض، كأنما النثية لا تكون قصيفة. هنا النثية يكون كأنما قالب واحد يجي منطقة الظهر لحد منطقة الحوض، لأنه منطقة الحوض هي لأنه هي الحوض مالته يكون أعرض. منطقة السنسول يسميها بالنهاية أو العصعص، العفو، العصعص يكون بها عرض شوية على متفتحة البيض، أما الفحل لا يكون انسيابي، يعني يكون منطقة الظهر مالته عريضة وتنزل شوية شوية ترفع. أما النثية لا يكون كأنما قالب واحد، بس انتبهوا عليها، الطيرة الكتف صاير قالب واحد ويا نهاية العصعص مالتها. شغلة اللخ، الأرجل، كف الرجل، انتبه لي على كف الرجل، هاي طبعا مشتركة بين البلابل كلها. كف الرجل دائما عند النثية يكون ناعم، يعني كف صغير يكون ملموم، يعني حتى لو الخشنة حتى لو ناعمة، هذا الشيء من المميزات تقدر تميز بها هذا الموضوع. دائما كف النثية يكون ناعم والأصابع متقاربة، يعني حتى الرجل تبوا عليها ما بيها خشونة، يعني في شيء ناعم ملموم كلش. هسه واضحة عندكم كلش، هم انتبهوا عليها وراح ترجعون على الفيديو مال الفحل راح تشوفون هذا الشيء. شوفوا
الاصابع ناعمه، الرجل ملمومه كلش، يعني الكف خصوصا الكف، كف الرجل يكون ناعم. شغله اللخ، ريش العجز او ريش الصفاره احنا نقصد به، يكون عند النثي اقل من الفحل، يعني كانما ماخذ قوس، وقليل الريش العجز الصفار او الحمار يكون قليل، مو مثل الفحل، الفحل لا يكون اكثر الريش اكثف، وكانما ينزل ويا الذيل ينزل، يعني ماخذ بالطول الريش مال الصفار مالته او ريش العجز. شغله الاخ الذيل، الذيل بالطيور مو عدد الريشات، اكو واحد هسه شباب يقول فرق عدد الريش، فرق عدد الريش ما تقدر يعني تضبط هذا الشيء، لانه المخلف بمرحله انه الريش اقل مالته، الحائل اكثر، فمراحل واكو بيهن طبيعتهن انه ريشهن العدد يختلف. فهسه اللي هنا مثل اللي قدامكم قاعد تصفي، يعني بيها تقريبا 3 ريشات أو 4 ريشات هسه وهن طلعن، قبل كانت مو موجودات، فهذا ما نقدر نحكم. بس اكو شغله واضحه، ريش الذيل مال النثي يكون ملموم دائما، والسبب انه الريشه مالتها بها رفع، ريش الذيل دا احكي لك، مو مثل الفحل، ريش الذيل الفحل يكون بعرض، فيكون عبالك ذيله اعرض يطلع من النثي، فالنثي يكون ذيلها اقصر وارفع، اقصر وكانما ملموم. الشغله الاهم، ولو هي مو دائما تضبط الصوت، هاي حتى بالعراقيات موجودات، دائما صوت النثي برفع، يعني بنعومه سبحان الله مثل البشر. النثية دائما صوتها رفيع ناعم قصير ما بتفاصيل، الفحل يكون صوته خشن عالي بتفصيلات، يعني واضح راح يكون هسه النثية تتغرد عندكم انتبهتوا على صوتها. هسه من راح يجي مقطع مال الفحل راح تشوف الفرق، انه هواي اكو فرق بالصوت بالخشونة. هنا هاي المواصفات العامة، هسه انا اعطيتكم كل المواصفات اللي يعني مراقبة شديدة، قلت لكم صار تقريبا اسبوعين دا اراقب بيهن واطلع هاي الفروقات. هسه راح يجيكم مقطع الفحل، راح تقدرون اكو هواي مميزات صارت، راح تشوفون اكو فرق واضح. يعني هنا هذا مقطع الفحل، اول ما نبدي الخشونه مالته، خشونه واضحه كلش، يعني بقد النثيه يمكن خلي ما نقول مرتين، مره ونص. هنا الراس مالته، الراس اخشن، الكفشه اعلى فوق الراس، طبعا هاي ما ذكرناها، كفشه شوفوا شلون انه بيها عرض الكفشه مالته، مو بس اعلى، بها عرض واعلى من النثيه. هاي شغله المنقار مالته، شوف المنقار شلون بيطول وبنفس الوقت بعرض، كان مال المنقار مال النثيه ناعم ورفيع، يعني الكتف، ها الكتف ركز لي بمنطقه الكتف، شوف الكتف شلون بيعرض، ولو الفحل ما راح ينقار، النثيه شويه طتنا مجال يعني تحركت، بس هذا ثابت مكانه، بس انتبه هذا الشيء واضح، يعني منطقة الكتف بالفحل شلون بها عرض فظيع، يعني وهنا اكو انسيابية ينزل من الكتف لحد منطقة العصعص مالته، يعني اكو فرق واضح كلش، يعني مواصفات كلش واضحة. عندك الرجل، انتبه لي على الرجل، ها هسه زين، هنا الفحل عندنا ثابت، شوف كف رجله شلون بعرض، يعني بكبر كبر، يعني اصابعه كبار، كف رجله كبير، هناك كانت النثيه كفها هيك كيوت، يعني صغير كلش كف الرجلين مالتها. ريش العجز هنا انتبه لي، شويه مدى ينضبط، هو مدى يجي، ولا هي الصوره هسه اللي تعريفيه مال الفيديو، انا خالي لكم بصوره واضحه مال العجز مال الفحل، شوف حماره شلون كبير للفحل، ريش الحمار مالته شلون نازل وهوايه واضح. هناك الريش مال النثيه كان الحمار مالتها كلش صغيروني، مو ما يبين، مو كلش قوي. ريش الذيل، ريش الذيل هسه انتبهوا على الفحل، شوفوا ريش الذيل طبعا عنده ريشتين ما كملان الفحل همين، وهنا تشوفون العرض الواضح، لان الريشه هي بحد ذاتها، كل ريشه بريش الذيل تكون بها عرض، مو مثل ريش النثيه رفيعه. هاي شغله، الشغله الثالثه شوف الطول مال الذيل، شوف الفحل شلون ذيله طويل، النثيه شلون كان ذيلها قصير. ونجي اخير شيء للصوت اللي هو يعني هواي يكون يعتمدون عليه، تسمعون صوت الفحل شلون بخشونه واضحه، يعني شلون كانه تقول شايده يحكي، اما النثيه كان صوتها برفع ونعومه، يعني شيء واضح كلش. مع العلم عندنا الفحل احنا دي يغرد، بس هنا ما غرد، النثيه هناك عندي ما تغرد ابد، كانت بس الصياح، يعني بس الصياح مال تكاثر قاعده تسوي بيه دائما. مع العلم هاي كل الشغلات اللي قلت لكم بها لكل قاعده شواذ، يعني مو شيء ثابت انه تختلف من طير لطير. شغله اللخ تعتمدون على التحديد الافضل لكم على طريقه السلوك، انه تعزل البلبل وتشوف البلبل الثاني كل 3 ايام تسويها،
كل هاي المواصفات اللي ذكرت لكم اياها احنا خلينا نقول نعتمد بها.